هذا وتناولت الجلسة الثانية من المؤتمر تفاصيل التمرد على شرعية حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر، حيث أكد المتحدثون على الدور التحريضي الذي قاده آل ثاني بهدف الانقلاب على حكم آل خليفة ودعوة القبائل لذلك، إضافة للجرائم انتهاك حقوق الإنسان والاستقواء بالقوى الأجنبية. الجلسة الثانية من مؤتمر حكم الخليفة في شبه جزيرة قطر سلطت الضوء على جوانب تاريخية مهمة من حقبة حكم الخليفة، وبدأت الجلسة بسرد فترة حكم الخليفة في شبه جزيرة قطر مع التركيز على الزعامات المحلية التي تمردت على شرعية حكم الخليفة عن طريق تقديم ولاءات مزدوجة مع استمرار تأليب القبائل. في تلك الفترة بدأ قاسم محمد يؤلف بعض القبائل في جزيرة قطر، ونشوف ان كانت اول ظهور كان في ذلك هو ظهور على الوالي المعين الشيخ احمد بن محمد الوالي المعين في الوكرة. توالت الاحداث بعد ذلك لما الشيخ محمد بن خليفة وعد الفتنة وقدوم قاسم محمد آل ثاني للبحرين للسلام على الشيخ محمد بن خليفة وطلب العفو. ففي الشيخ محمد أبغاه عنده لتهدئة الأوضاع، فأنصاره قاموا إن بحملة ضد البحرين في معركة تسمى معركة دامسة. فلذلك نشوف بعد ذلك إن الشيخ محمد انكسرت شوكة المهاجمين في معركة دامسة ولحقوا بهم في البر في بر شبه جزيرة قطر. وعقب تناولنا نقل العاصمة الزبارة وهي العاصمة التاريخية، نقلها إلى البحرين إلى جزر البحرين، وأثر هذا النقل وتحولت السياسة إلى تعيين أمراء من قبل آل خليفة على شبه جزيرة القطر، وقمنا بسرد الأمراء حتى عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وتطرقت الجلسة أيضا إلى العدوان العسكري والتهجير القسري لأهالي الزبارة في ضوء القانون الدولي العام، وتمت الإشارة إلى بعض الأمثلة التي حدثت. محور جلستي حول حدث في الزبارة وتم تهجير القصر لسكان المنطقة بسبب هجوم عسكري أو عدوان عسكري، لذا القانون الدولي يتطرق لأمور حتى إذا هذا الأمور يرجع للماضي، فكيف يتم حل هذه الأزمة؟ يعني لأن هناك بعض عوائل موجودة أو عددهم كبير كما سمعت حوالي 1200 عائلة من حقهم يدافعون من آثارهم التاريخية، وبنفس الوقت يطالبون الدولة القطرية في وقت الراهن بدفع المادية والمعنوية، يعني اعتراف رسمي، يتعذرون من الحد على من العوائل ويدفعون خسائر مادية، وبنفس الوقت يسمحون للعوائل بالمحافظة على تراثهم الثقافي والحضاري. تلك الأحداث التاريخية قدمت تفاصيل لم تحظى سابقا بفرصة النشر والنقاش، بل إنها تزيد من معرفة المتلقي لفهم مجريات الحاضر واستشراف المستقبل. وقد أكد العديد من الحضور ارتباط ما نشهده اليوم من عدوان وتحريض من قبل النظام في قطر بالأحداث التاريخية القديمة، وهذا الامتداد يؤكد مقولة أن التاريخ يعيد نفسه. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.